الطول انا بشبههم للثلاث اديان السماويه على الارض. سؤال يا اولاد، اذا جارك كان يهودي او مسيحي او مسلم ممكن تعيش معاه بامان وبسلام؟ اللي بيامن يرفع ايده لفوق. ما شاء الله ممتاز، لاول مره في الوسط العربي بشوف هاي النسبه. نازلوا ايديكم. اللي مش مامن يرفع ايده لفوق. ممتاز. كمان مرة، أنا بحكي الإنسان مع الإنسان مش رجال السياسي، لأنه على شاشات التلفزيون بيحكوا شيء في الغرف المظلمة شيء آخر. بيساوموا قديش آخر الشهر بده يقبض. يا حيف علي، يا حيف علي. حتى نشوف إذا بيعيشوا مع بعض ولا لا. Thank you.